اتوقع ان القواعد الاعلام والمسائل في اطار الانشطه التي تقوم بها جمعيه كشافه الجنوب للقياده العامه وبصفتنا كقائد عام جمعيه كشافه الجنوب وبدعم من جهه الدخله والدها في توفير نقل لفائده ابناء مركز المعيني نشكر السيد جهه الدخله والدها في شخص السيد خطاب الجاه والسيد الداهي كل النقطه لهم جزيل الشكر مجاني مخيم صيفي مجاني ومنحهم الملابس في هذه الرحله التي ستؤثر من طرف الوطن الوطني ونشكر صاحب البقاله مبارك اللي دعمنا واللي علق الملصقات ديالنا اجي تشوفوها علقنا في المحل ديالو اللي شجعنا وشجعها علق الملصقات ديالو فيها الاطفال من 8 سنين حتى 15 سنه راه المخيم مجاني وعندنا اسبوع الناس اللي بغى يستخدم هذا المخيم الصيفي وشكرا.